يا شعب مصر افهم بقى القضية. يا شعب مصر، يا شعب مصر فوق وافهم بقى القضية. بلدك ماشية عافية مش بالذوق، واللي حاملها حرامية. بلدك مسلوبة ومنهوبة، والشرفة فيها، والشرفة فيها بيقولوا عليهم واحد نزل 30 سونيا، ونزلت مع إلهام، ونزلت مع إلهام، ونزلت مع دنيا. واحد نزل 30 سونيا، ونزلت مع إلهام، ونزلت مع دنيا، وبيحميهم الجيش والداخلية. قالوا لنا احنا فوضنا الجيش، قالوا لنا فوضنا الجيش علشان نلاقي العيش، وعشان بلدنا يكون فيها حرية. لكن الحقيقة البلد من يوم ده غريقة، والكل حاسس، والكل حاسس بضيقة، واللي مبسوطين فيها البلطجية. لو قلت الحق حتى لو قال لو قلت الحق حتى لو الغاز، بتقابل بضرب الغاز. لو قلت الحق حتى لو الغاز، بتقابل بضرب الغاز وضرب رصاص فيا. مهما يا سيسي هتضرب فيا، مش رح افرط الشرعية. مهما يا سيسي هتضرب فيا، مش هفرط في الشرعية. اضرب نار، اضرب خرطوش، الرجالة ما بيخافوش. اضرب نار، اضرب خرطوش، الرجالة ما بيخافوش. اضرب 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 نار، مش هتسيبني غير اصرار. هنسلم ولا هنطاطي. اضرب حي، اضرب مطاطي، مش هنسلم ولا هنطاطي. اضرب حي، اضرب مطاطي، مش هنسلم ولا هنطاطي. اضرب حي، اضرب مطاطي، مش هنسلم.